فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما العمل إذا كان النهار ساعتين فقط، وهذا يوجد في بعض بلاد أوروبا، كيف تقدر أوقات الصلاة؟ هذه مسألة عرضت على المجامع الفقهية وعلى قرروا فيها أنهم يقدرون الصلاة باعتبار البلاد القريبة منهم، يقدرون الصلاة باعتبار الأوقات البلاد القريبة منهم، نعم، ويصلون مثل أقرب بلد إليهم، نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.